لأنه هدفنا المشترك حقيقة هو تطوير كرة السلطنة. وهذه يعني يمكن العبارة الرئيسية لاتحاد كرة القدم السنوات الماضية الذي يعمل تحت رؤية تحويل كرة القدم العمانية إلى صناعة مزدهرة. تحت هذه هذا العنوان العريض هناك سلسلة من يعني هناك رؤية خلينا نقول هي تطوير كرة القدم العمانية بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع العماني في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبما يساهم أيضا في المنافسة الدولية في المراحل السنية وفي كل المنتخبات الوطنية. فكرة القدم أو اتحاد كرة القدم معنى يعني بالأساس بثلاثة أشياء. أولا تطوير اللعبة في البلد في كل جوانبها. ثانيا الاهتمام بالمنتخبات في كل أنواعها أو في كل مراحلها. وثالثا تنظيم المسابقات المختلفة. نحن في إطار هذه الثلاثة مهام رئيسية وضعنا لأنفسنا أهداف استراتيجية واضحة. أهم هدف نعمل على تحقيقه اليوم هو أن نكون الاتحاد الرائد في المنطقة في مجال كرة القدم. وهذا لا يعني فقط بأن نحن نشتغل على مثل ما أسلفت مسابقاتنا على تطوير الهرم الكروي على تطوير منتخباتنا، ولكن أيضا على تطوير أدائنا في داخل الاتحاد. اليوم نستطيع أن نفترض أن اتحاد كرة القدم يعتبر اتحاد رائد المنطقة كمؤسسة محترفة تعمل وفق هيكل تنظيمي واضح وفق معدلات أداء واضحة وفق أنظمة معلومات متقدمة جدا ربما نحن سبقنا زملائنا في المنطقة الخليجية فيها سواء في الجانب الإداري المالي الفني. يعني اليوم عندنا نظام إدارة كرة القدم الآلي يعتبر نموذجي حقيقة في المنطقة العربية يستخدم في الاتحاد. فكل هذه الأشياء يمكن الإخوان طبعا ما كل الناس تعرف عن تفاصيلها أكيد. ويهمنا الحقيقة إنه أيضا نستمع ل يعني مقترحاتكم أفكاركم من خلال طبعا اطلاعكم الواسع على كل ما يدور في العالم في مختلف الميادين. فنحن كمسؤولين في الاتحاد لا ننظر للعبة إنه والله مجرد منافسة فقط، لا ننظر لها إن نحن أيضا كيف نقدر أن نكون عنصر فاعل فيما تريد عمان أن يتحقق سواء للترويج للبلد سواء من حيث خلق فرص عمل سواء من حيث معالجة قضايا اجتماعية سواء من حيث يعني تحقيق أهداف معينة من حين لآخر. لذلك واجبنا نتواصل مع كبار المسؤولين حتى نكون أيضا على صلة وعلى اطلاع بهذه الأهداف ونكون في نفس القارب. صحيح. ونحن الحقيقة وأكد مرة أخرى يعني التجاوب اللي نلقاه من الإخوة والتعاون والاهتمام والمتابعة من جريدة عمان بالتحديد يعني الحقيقة يعتبر نموذجي. دورنا في نفس الأحيان قد يعني لا نتفق في بعض الأطروحات ولكن نحن دائما هذا طبيعي هذا طبيعي جدل مطلوب. نحن نطالب بوجود الجدل ووجود الرأي ورأي الآخر ووجود النقد والعكس هذا يخدمنا. وياما نحن حقيقة صححنا كثير من برامجنا بناء على ما يكتب في وسائل. فهو أفضل إنه تقول والصحبة تستمر بدل ما. لا لا بالعكس نحن بالنسبة لنا الإعلام هو مرآة حقيقية وهو أيضا مؤشر لما يعني يدور في الرأي العام ويهمنا كثير يعني إن نحن نتعاطى معه بإيجابية كثيرة. نحن دائما داعمين لكل ما يكتب في كل حين. يعني بعض الأحيان طبعا تحصل ربما يعني سوء معلومة هنا وربما خبر غير دقيق هنا لكن هذا شيء طبيعي لا طبيعي هذا طبيعي في الحراك اليومي هذا معلوم ما في إشكال أبدا. الحقيقة هذا هو الهدف من لقائنا.